كما أكد رئيس جامعة بنها الأسبق علي شمس الدين على ضرورة توفير التمويل اللازم للمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. جاء ذلك في لقاء مع التلفزيون المصري على هامش أحد الجلسات النقاشية في الحوار الوطني. ده اقتراح في منتهى يعني مهم جدا، وأغلب المختصين بالتعليم بشكل عام كانوا يطالبوا بجهة مسؤولة عن تنظيم التعليم وتمويله، تنظيم والتمويل. الحاجة التانية بقى، المقترحات كانت دايما اللي موجودة قبل كده ممكن يبقى مجلس واحد يعني يهتم بالتعليم الجامعي والقبل الجامعي والفني وهكذا، زي ما الصورة اللي جاية دلوقتي في مشروع القانون ده، أو يبقى عدة مجالس. لكن في العالم كله المتقدم في دايما جهاز مسؤول، مؤسسة أو جهاز مسؤول، مجلس عن التنظيم والتمويل. في تشكيله بقى هنا يعني ايه، في عدد من الفنيين، ده مجلس فني، مجلس علمي، مجلس مسؤول عن وضع سياسات، استراتيجيات وسياسات ومتابعة التنفيذ للتعليم، التعليم العالي وتعليم قبل الجامعي وتعليم الفني. فلما يبقى في عدد كبير من الوزراء، مش عارف 12 13 وزير، طب ده ما واحد الوزراء مش فاضيين للموضوع ده قوي ومش فاضيين يناقشوا التفاصيل دي، زائد برضو ان هو مش مجلس يعني في ناس يعني ده شبه مجلس وزراء في الاخر، بيأس رئيس مجلس وزراء مثلا انتهى الى المجلس، هيقعد على مجلس وزراء، وهو في اغلب دول العالم بيبقى قيادات مستقله، يقولوا عليها قيادات مستقله فنيه بحته، ما هوش مجلس سياسي، ده مجلس فني. فكنا بنفضل انه ممكن يبقى فيه برضه ممثلي للاجهزه التنفيذيه، لكن مش يبقى عدد كبير كده. فانا ده كان رايي،